بين اللوكوس بسبوع الى ابي رقراق و ماشي غير ابي رقراق الى سبوع ابي رقراق 67 كيلومتر. قال انا بثلاثة متر مشات للخارج. واليوم مشروع وطني ديال وطنيين مغاربة ديال تقنيين مهندسين وفاعلين اللي جاو وعطاو الحل المغربي باش نفكوا هاد المشاكل ديال تحويل المياه بين الأحواض في بلادنا. الله يكثر مثلكم والله يقويكم. كما كتعرفوا سيدنا الله ينصرو طلب منا ندخلوا في عهد جديد، عهد صناعي جديد اللي مبني على السيادة كهدف وكوسيلة. وهذا التدشين هذا وهذا المشروع هذا هو نموذج اللي خاصو يتخاذ لكل المشاريع الأخرى، حيت استجابة لحاجيات البلاد أولا وأخيرا ووسيلة أيضا من أجل خلق مناصب الشغل، من أجل الابتكار، من أجل أيضا فك عدد من الإشكالات اللي كاينين في عدد ديال البلدان بقدرات مغربية بكفاءات مغربية باستثمارات مغربية. وهاد المنظومة تبارك الله عليها تحولت بدأت في الأول في نوع من استجابة لبعض الحاجيات البسيطة التقنية، وبدأت كتطور وتطور وصلت لأحسن مستويات عالمية. تبارك الله عليكم والله يكثر مثلكم.